ومتين حتى قفص التسليح أثناء الرفع يكون سليم ومتين ما في أي خلل أثناء الرفع. نلاحظ الكفر اللي ثبت على الحديد التسليح هون امتثل معكم الكفر. بعض التقنيات تستخدم حديد تسليح بشكل مثل هذا الشكل هذا يلحم مع الحديد الطولي هذا أثناء نزول القفص داخل الركيزة راح يضمن لي الكفر المطلوب بالركيزة قد يكون 7-7.5 حسب المخططات. النوع الثاني قد يكون خرساني، كفر خرساني يصنع مسبقا ويتشكل بالقفص بعدة مناطق، وقد يكون بلاستيك حسب الاستخدام، أيضا هذا يستخدم في بعض الركائز بلاستيك كفر. وأقفاص التسليح أيضا إضافة إلى أنه رنجات التقوية اللي سويناها بالنص راح نحتاج أن نسوي كروس في أسفل الركيزة، يعني الجزء القفص السفلي نسوي له كروس حتى يكون ثابت أثناء الرفع وأثناء تنزيل القفص داخل الركيزة ما يتحرك ويصير بتغطي حتى يعطي بعض الاستقرارية، يا أما أكيد أو حتى قطع من حديد التسليح تعطي نوع من المتانة. طبعاً أكو هواية تفاصيل لحديد التسليح، قلنا المخططات اللي تخص المشروع يجب أن تدرس جيداً وتتفصل وتهيئ كل متطلبات الأقفاص، ويكون هناك فريق متمكن ومتخصص ما له علاقة بكاتب المشروع هو يتبنى تهيئة أقفاص التسليح بهذه التقنيات وبهذا الاسلوب. حدثنا قبل شوية أن بعض التصاميم تنطي توصية مثلا باستخدام كيسين اللي هو الغلاف الحديدي، وقد تكون هذه الكيسينات مؤقتة وقد تكون ثابتة حسب التصميم. فيفترض المشروع أن يكون عنده مواد الكيسين مجهزة مسبقا، إذا كانت بيرمننت كيسين معناها لازم نوفر أعداد من الكيسين تساوي أعداد الركائز ويخلي جزء منها احتياط، لأنه أحيانا بعض الكيسين قد يصير فيها ضرر تتلف أثناء الطرق، يصير فيها باكلينج، يصير فيها كسر بسبب أو لآخر، يجب أن يكون عنده نسبة من الاحتياط بالنسبة للكيسين الثابتة اللي هي دائما تستخدم في أحواض النهر، مقاطع الركائز داخل حوض النهر تحمى بكيسين. بعض التصاميم للركائز تستخدم temporary casing اللي هو وقتي يستخدم على جزء بسيط من الركيزة حوالي 5 أمتار 6 أمتار 4 أمتار تعتمد على طبقات التربة الضعيفة اللي نفذ فيها هذه الركيزة. أيضا الكاسينج الوقتي أيضا ما يعتمد على كاسينج واحد، يجب أن يكون عندي عدد كافي حتى أقدر أناور بتنفيذ الركيزة بين وحدة وأخرى، ما أنتظر كاسينج، وقد يكون الكاسينج هذا الوقتي الضرر أثناء الاستخدام ما يسمح لي بعد أقدر أستخدم ركيزة ثانية راح أتعطل. فدائما لازم واحد يحسب حساب الركائز الكيسينات الوقتية يعني يوفر عدد كافي لغطي الموضوع. لاحظ هذا هو الكيسين، بعض الكيسينات الثابتة تطلع بمواد تحميها من الصدع إذا كانت داخل تربة بأملاح أو إذا كانت في حوض النهر. هذا هي بعض الكيسينات اللي نشوفها في مواقع الركائز، يتم غرزها أو طرقها بواسطة معدات اللي يسموها فايبرو هامر، هذا هو فايبرو يشتغل هيدروليك أو مرات فايبرو هامر كهربائي يمسك الكيسين وبالاهتزاز شوي شوي إلى أن يوصل إلى العمق المطلوب. هاي أعمال التهيئة للكيسينج قبل النصب، طبعا هذا هو مهم جدا أن أثناء نصب أو غرز الكيسينج أن نضمن الشافولية للكيسينج، لأنه هو هذا الجايد الوحيد اللي يخليني أنفذ ركيزة بطريقة شافولية بدون أخطاء.
تعتمد شاقولية الكيسنج على وقوف الجهاز مرة ثانية، أو الجهاز اللي يمسك الكيسنج يجب أن تدقق الشاقولية للكيسنج، وأثناء الطرق للكيسنج أول خطوة بخطوة تتم متابعة تدقيق الفيرتيكاليتي حتى نضمن شفت فيرتيكال ما في أي انحناء وما في أي ميل بالتنفيذ حتى أنفذ ركيزة خالية من أي ميل. هناك كيسنج في حوض النهر، شلون أنفذ كيسنج في حوض النهر؟ يعني بالتربة العادية أنا صحيح التربة عندي أرض أقدر أوقف الكيسنج بالسنتر اللي أريد، في حوض النهر ما عندي أرض ولا ثبت السنتر، فنصنع هيكل حديدي يمثل توزيع الركائز، خلينا نقول البير بها 8 ركائز، فنوزع الركائز بهيكل حديدي، لاحظوا هذا هو هيكل حديدي بعدد من المربعات اللي هي يعني تحدد لي موقع الكيسنج، لانه ولا خلي عن السنتر اوف بايب ما عندي ارض، فاصنع له بليت فورم او ارضيه عباره عن هيكل حديدي بالفضاء. هذا الهيكل الحديدي يسند على ركائز مؤقته، وبالتوتال ستيشن اثبت مواقع الركائز. هذه هي التقنية الصحيحة لتنفيذ الركائز في حوض النهر، ما عندي أي طريقة أخرى. وراح نشوف إن شاء الله في مقطع فيديو شلون راح تتنفذ هذه الكيسينات واللي هي التقنيات المستخدمة في غرس الكيس. لاحظوا كل هذا هو الهيكل الحديدي، هذا كيسنج بالا نايضة ركيزة ناركيزة ناركيزة ناركيزة، هذا هو الهيكل الحديدي يثبت بالتوتال ستيشن، مثل لي بوزيشن اوف بايل ما بي اي اخطاء، اذا ما عندي بعد انحصر الكيسنج في هذا المكان. هذا دوبة، الدوبة أيضا مثبتة ب السنتر ما لا السنتر الهيكل الحديدي مثبت على ركائز مؤقتة مغروزة بالنهر وملحومة معها دعاية، هذا الجزء هاي ركيزة وقتية، مثبت عليها الهيكل الحديدي، أخذ قرارات على نفس البوزيشن اللي أريده ما يتحرك. لاحظ هاي التدقيق الفيرتيكاليتي للكيسنج اثناء تنفيذ الكيسنج. هاي هي الدوبه او البارجه اللي تشيل معدات تنفيذ الركائز، منها هو الكرين والهامر اللي يدق لنا الكيسنج والحفاره والمتطلبات الاخرى الخاصه بتنفيذ الركائز. بعد ما نأمن الكيسنج اذا هو كان بيرمننت او تمبراري راح تبدي عمليه حفر الركيزه. قبل ما يبدي حفر الركيزه يفترض بالمهندس المنفذ ان يعرف تحريات التربه اللي اجريت على المشروع، يعرف طبقات التربه للموقع حتى يعرف أن يختار البرينة المناسبة أو الجزء المناسب للحفر. الجزء العلوي كنا دائما يكون لوز، يختار له جزء مهم أو جزء خاص من البراين والباكت، والجزء الآخر قد تكون طبقات صخرية طبقات رملية، يختار حسب طبقات التربة وحسب الموقع. قلنا احنا قبل شويه الموقع يجب ان يكون في ساحه عمل مستويه متينه قادره على حمل الاليات، لانه اي خلل بالساحه في وقوف الاليات راح يسوي لي خلل ايضا بال
بالتنفيذ اذا كان جهاز حفر الركائز مائل ما راح اقدر اضبط الشاكو اللي للركيزه، فيفترض دائما يكون الموقع مستوي وساحه عمل تكون نظيفه، وايضا يكون تستوعب الاليات اللي نحتاجها بالتنفيذ، لان يعني عمليات تنفيذ الركائز عندي عده معدات، معدات الحفر، ناتج الحفر اللي يطلع اراده شفر يرفع ناتج الحفر، فهي ايضا تحتاج ساحه. عندي إرادة مكان وقوف الكرين يشيل الكيسنج، مكان للبمب كونكريت بمب، مكان للتراك مكسر، كل هاي المتطلبات تحسب مسبقا اثناء التنفيذ. اختيار موقع جهاز الركائز ليش ابدي بالركيزه رقم 1 لو رقم 3 لو رقم 7 حسب مناورة الجهاز، ما اجي انفذ ركيزة واحصر نفسي بعدين الجهاز الركائز ما يقدر يعبر عن الركيزة الثانية، كل هاي التفاصيل يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار قبل تنفيذ حفر الركيزة. ايضا اختار ان البرينة او الباكت المناسبة لكل طبقة من التربة، ان بالطبقات المتماسكة او التربة الطينية نستخدم الاوجر، بالطبقات اللوز نستخدم الباكت اللي عبارة عن اشترى صندوق فيها داخلها برينة تلزم التربة وترفع ناتج الحفر. ايضا يجب ان تكون معدات الركائز كلها كافية وكفوءة للدرجة انه ما تسبب لي اي تعطيل، لانه الركائز فقرة مهمة واساسية وحساسة لا تقبل التأخير، فما ممكن اني اجي استخدم ركائز بها خلل او بها اعطال وتسبب لي تأخير، فيجب اختيار المكاعن تكون جديدة أو مستخدمة بشكل جيد، كفوءة، وعندي كادر ساند لها، أي خلل يصير باللحظة يجب أن يصلح، يعني لازم عندي مواد احتياطية، وعندي كادر كفوء من الكوادر الميكانيكية والكهربائية، بحيث أي خلل في ماكينة الحفر أو أي خلل في أي ماكينة داخل الموقع يكون يتصلح باللحظة حتى نأمن تنفيذ الركيزة بدون مشاكل، لأن أي تأخير بتنفيذ الركائز راح تولد لنا عدة مشاكل وراح نشوفها إن شاء الله في المحاضرة في المقطع. من الأمور المهمة أيضا في تنفيذ الركائز، المهندس المنفذ لازم يسجل طبقات التربة اللي تطلع له أثناء الحفر. بس نقول ليش؟ احتمال تحريات التربة مأخوذة أو البورهول مأخوذة بالأكتاف، وأنت تشتغل بالدعامة رقم 3، محتمل طبيعة التربة الدعامة الثالثة تختلف عن الأكتاف، فمحتمل تلاقي طبقة ما متهيئ لها أنت، فلازم أسجل طبقات التربة اللي تطلع لي. طبعا هاي ما أتوقع صايرة في بعض المشاريع، نتمنى أن تصير، هي مجرد توثيق لطبقات التربة والهيستوري للركيزة، لأنه إذا صار فيها مشكلة ركيزة ما عندنا غير بس نرجع إلى المعلومات اللي ثبتناها على الركيزة، منها طبقات التربة منسوبها قطرها طولها، راح نشوف هسه اكو ريكوست شيت او انسبكشن شيت يدرج لي كل هاي التفاصيل، هاي من العوامل المهمة اللي لازم واحد ياخذها بنظر الاعتبار ان يسجل طبقات التربة إلى حد ما يوصل إلى الطبقة الأخيرة اللي تحقق لها العمق المطلوب. حتى نعرف عمق الركيزة، شلون نقيس طول الركيزة؟ عمق الركيزة شلون يقاس؟ يقاس بسلسلة حديدية مقسمة بالأمتار. ما أقدر أستخدم شريط مال فيتا الاعتيادية خلينا نسميه. الشريط حتى الشريط الحديدي ما يجيني. أكو سلسلة خاصة فيها ثقالة. السلسلة فيها مقسمة بالأمتار. فيها قرة، هذا متر، هذا مترين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى أن أوصل عمق اليمين، يعني أنا أحتاج 20 متر من الكات أوف ليفل، هذا يجب أن ننتبه عليه، أنا إذا فوق سطح التربة وعندي كات أوف ليفل مترين والركيزة 20 لازم أقيس 22، بل أنطي متر إضافي بالحفر، وقسم من المهندسين استخسر هذا المتر يقول حرامات، روح متر زايد. المتر هذا تحتاجه فور سيفتي لانه احتمال يصير ترسبات اثناء انتظارك لنصب حديد التسليح وانتظارك لتجهيز الكونكريت، قد يصير ترسبات وترتفع هاي الطبقات تقلل لك من عمق الركيزه، فدائما ما يصير نستخسر
بعمق الركيزة، لأن الركيزة جزء مهم بالمنشأ، ونجاح الركيزة هو نجاح المشروع. مش قد ما نصرف على الركائز هي مو خسارة، بل على العكس هو ربح. أي تقصير بحق الركيزة راح يخسرنا مبالغ ويخسرنا أيضا وقت وجهد. هناك بعض الترب أو بعض الركائز نحتاج أن نستخدم أثناء الحفر مادة البنتونايت. مادة البنتونايت هي مواد أو جزء، هي من نوع من أنواع الطين، حبيباتها دقيقة جدا، لها سرعة عالية بالترسب. هاي المواد راح أشوفكم شو تسوي. هاي المواد تتخلخل ويا جزيئات التربة وتحميل جوانب الركيزة من الانهيار. استخدام هاي المادة لها شروط ولها معدات، وهاي المادة يجب أن تنفحص. يعني هواية مشاريع يجيب البنتونايت ويضخها داخل ركيزة دون أن يفحص الماتيريال البنتونايت. عدة فحوصات تجرى على البنتونايت، منها الفيسكوسيتي اللي زوجه، ومنها الكثافة، ونسب المواد اللي تدخل بالبنتونايت أيضا بها محددات. كل هاي الفحوصات ما تجرى بالموقع. density والviscosity والsand content، نسبة الساند أيضا بالبنتونايت. يستخسر المهندس المنفذ أن يجري هاي الفحوصات، وهي بسيطة جدا ومتداولة موجودة. هاي تضمن لي عمل البنتونايت بشكل صحيح، تضمني أن البنتونايت يحمي لي جوانب التربة ويمنعها من الانهيار. البنتونايت يضخ داخل حفرة الركيزة بواسطة مضخات خاصة. هذا البنتونايت يجي عبارة عن أكياس تشبه أكياس السمنت، ومرات يجي بأكياس جواني نسميها. محطة البنتونايت عبارة عن محطة خلط فيها أحواض مي وأحواض البنتونايت، تخلط بنسب خاصة. طبعا هذا الموضوع يحتاج الى كادر متخصص، ما جاء شغل عامل اقول له تعال شغل مضخة البنتونايت وما يعرف يخلي 20 كيس و 5000 لتر مي. اكو نسب خاصة لازم الكادر اللي يشغل محطة البنتونايت ويعرف ايش قد يضخ ويعرف ايش قد يسحب بعدين اثناء عملية تنفيذ حفر الركاز. كل هاي الملاحظات وهاي التقنيات يجب ان تتوفر حتى ننفذ ركيزة حفر بشكل سليم. هذا هو ماكينة الحفر، وهذا هو الكيسينج، وقلنا هذا هو الكليبار. راح هسه نشوف مقطع لطريقة الحفر. هاي هي الأوغر، إن الطبقات القريبة من سطح التربة ممكن وهي المتماسكة نستخدم بها الأوغر، والتربة اللي غير متماسكة نستخدم لاحظوا هاي التربة متماسكة فنقدر نستخدم هذا النوع من الأوغر. بينما من انزل الى اعماق التربه راح تصير عندي مياه جوفيه، بعد الاوفر ما تشتغل، ننزل الباكت. هذا الباكت قطر ركيزه متر ونص، انا استخدم الباكت الخاص لهذا القطر، ما ممكن اجي استخدم القطر الصغير على ركيزه كبيره، والعكس هو الصحيح. لاحظوا هذا هو الباكت، تنزل الباكت داخل الكيسي وبيها فيتنج أوغر داخل الباكيت، تحفر وتلم التربة وتجمعها داخل الصندوق هذا وترفع تطلع خارج الركيزة وترمي ناتج الحفر. عملية حفر الركيزة عملية تأخذ وقت، وقد تلاقينا عدة صعوبات. إذا واجهنا طبقة صخرية لازم نختار الأوغر المناسب أو الباكيت المناسب اللي هي تخترق لي هاي الطبقة. نفس الأسلوب ونفس التقنيات تستخدم في حوض النهر، الاختلاف فقط في طريقة وقوف الماكينة الحفر. ماكينة الحفر على الأرض باليابسة توقف على الأرض، في حوض النهر تقف على دوبة أو بارجة مثل ما نشوف. فهاي الركائز اللي تنفذ في حوض النهر تسمى offshore بالي، واللي على يابسة تسمى onshore.
طبيعي سرعة الحفر داخل حوض النهر أكيد أقل من مناورة الجهاز.